هذا البرنامج برعاية الو الزراعية مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكلة مش لاقيين تعامل. يا بيس عايز محدش يعرف. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. التعاون الزراعي مهم جدا، واحنا في هذه المرحله دايما بنقول ايه هي الامكانيات الموجوده داخل القطاع الزراعي، وبنحاول ان احنا نبحث في هذه الامكانيات حتى يمكن ان يتم توفير خدمه حقيقيه للفلاح وللارض. من ضمن هذه الامكانيات التعاونيات، لان التعاونيات منتشره داخل كل الاراضي الزراعيه تقريبا، في تواصل مباشر ما بينها وما بين الفلاح، فهي اقرب جهه فعلا تقدر توصل اي معلومه او خدمه للفلاح. هل الجمعيات التعاونيه في وضعها الحالي مؤهله كي تقوم بهذا الدور؟ هل فعلا يمكن ان احنا نستفيد من الجمعيات الزراعيه في تقديم معلومه ارشاديه حقيقيه للفلاح مرتبطه بمحصوله؟ ازاي ان احنا نقول للراجل ده ممكن تزود في انتاجك لو اتبعت بعض المعاملات الحديثه، او انك لو حصل مشكله عندك داخل الارض الزراعيه او اصابت المحصول تتعامل معاها، وان احنا يكون عندنا مرشد زراعي يوفر له خدمه ارشاديه او يقول له على اسم مبيد يستخدمه، ويا ريت لو نوفره له في الجمعيه التعاونيه. بوضعها الحالي صعب، لان احنا بنشوف على مستوى الجمهوريه الخدمه الحقيقيه اللي بتنجح الجمعيات التعاونيه في تقديمها ان هي توفر شكاره السماد للمزارع. وبالرغم من ان في تعديل لقانون التعاونيات وفي تشريعات جديده، دي من شأنها كلها ان هي تعطي للجمعيات التعاونيه او لمدير الجمعيه التعاونيه ومجلس ادارته ان هم يستفيدوا وان هم يطوروا من الانشطه الموجوده داخل الجمعيه، او ان القطاع الخاص كمان يشارك بنسبه في الجمعيات التعاونيه في بعض المشاريع المرتبطه ارتباط مباشر بالقطاع الزراعي. ده اتحقق فين؟ ومين اللي قدر ينفذه؟ لان القانون او التشريعات دي صدرت بقالها فتره، احنا اكتر من عام واحنا بنتابع ماذا حدث بالنسبة للتشريعات الجديدة المرتبطة بالتعاونيات. ده انت عندك النهاردة قانون بيتيح لك ان انت تتوسع في مجالات وانشطة كنت دايما بتعتمد فيها على القطاع الخاص، ممكن النهاردة من داخل الجمعية وبالادوات اللي موجودة عندك ان انت توفرها للمزارع في مصر، وتحل مشاكل كتير جدا من المرتبطة بالزراعة في مصر. احنا المفروض في هذا التوقيت بنشوف الفلاح محتاج ايه، وايضا سياسة الدولة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وبعض الملفات اللي احنا بنتكلم فيها دايما زي اللحوم الحمراء. هل للجمعية دور حقيقي في النهوض بالزراعة المصرية؟ ده سؤال مطروح امام كل المعنيين بالقطاع الزراعي. ما هو دور التعاونيات في المرحلة القادمة، وكيف يمكن رفع اداء الجمعية التعاونية كي تساعد في الوصول الى اعلى انتاجيه داخل الاراضي الزراعيه وفعلا تخدم الفلاح خدمه حقيقيه؟ ورحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعيه مباشره.